سنة 1974 سافر بيليه إلى مدينة شيزوكا اليابانية لافتتاح مدرسة كرة قدم، ولفت انتباهه طفل اسمه موساشي ميزوشيما. بيليه نصح أهل موساشي بالسفر للبرازيل وإنه يجرب حظه باللعب هناك. بعد سنة واحدة فقط قررت عائلة موساشي السفر للبرازيل ووصلوا لنادي سانتوس. وقتها موساشي كان عمره 11 سنة وسانتوس ما كانش عنده فريق للفئة العمرية دي، وبنصيحة من زوكا شقيق بيليه قرروا إنهم يقدموا في اختبارات نادي ساو باولو. وبعد أسبوع واحد اتسجل موساشي في قائمة ناشئين ساو باولو وأصبح أول ياباني ينضم لقائمة نادي برازيلي في التاريخ. وبعمر 14 سنة لعب لفريق شباب ساو باولو كأول لاعب في تاريخ النادي وقتها يلعب لفئة عمرية أكبر من سنه. موساشي اللي كان نفسه يلعب كمهاجم لعب كلاعب وسط وأصبح معروف في اليابان بجناحي إيكاروس بسبب طموحه. استمر ميزوشيما 9 سنين في البرازيل، وسنة 1984 وقع على أول عقد احترافي ولعب أول مباراة لي بقميص الفريق الأول لساو باولو، وكانت ضد براغانتيو وخسر وقتها 4-3 بعد ما شارك كبديل. في اليابان حاولوا يستغلوا موساشيما واتعرض على ساو باولو 200,000 دولار مقابل المشاركة في 5 مباريات ودية بشرط ان موساشي يكون اساسي. موساشي ما لعبش اي مباراة رسمية مع ساو باولو، وبعدها انتقل لفرق ساو بينتو وبورتوغيزا وسانتوس، وسنة 1989 رجع اليابان. رغم ان موساشي ما كانش نجم ولا حتى لاعب لمنتخب اليابان، وحتى عملية تجنيسه وقتها في البرازيل لم تتم، إلا أنه كان واجهة دعائية لأكثر من شركة. ميزوشيما اعتزل سنة 1992 بعد ما شارك في أول موسم احترافي للدوري الياباني في التاريخ. سنة 1981 يعني بعد 6 سنين من رحلته لليابان انطلقت قصة كابتن تسوباسا أو كابتن ماجد. وزورو تسوباسا معناها الحرفي باللغة اليابانية أجنحة السماء، وهي إشارة إلى لقب موساشي جناحي إيكاروس. كابتن ماجد كان بينافس في بطولة بين المدارس، وكان حلمه السفر إلى البرازيل للتطور ويكون الأفضل في العالم. كمان فريق برانكوس اللي لعب له كانت ألوانه بتتشابه مع قميص ساو باولو المشهور بالخطين الأحمر والأسود. وفي 2010 يوشي تاكاهاشي مؤلف قصة كابتن ماجد قال إن موساشي كان مصدر إلهام فعلاً للقصة. قصة ميزوشيما اللي تبدو جميلة رغم إنه محققش النجاح المبهر عالمياً على أرض الملعب، لكنها كانت مصدر إلهام لبلد بأكملها ويمكن للعالم كله بطريقة مختلفة للعبة الشعبية الأولى في الكرة الأرضية.